مرحبا طلاب الأعزاء، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف اللام، هكذا يكون شكل حرف اللام. سوف أقوم الآن بقراءة الكلمات التي تبدأ بحرف اللام. لا لا لوح، لا لا ليمون، لاعب، لسان، لعبة. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الكلمات، أريد منك أن تكون طالباً متأملاً مفكراً وتنتبه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف اللام. ل ليمون، ل لعبة، ل لسان. الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. أريد منك أن تنتبه جيداً وتتأمل الكلمات التي يوجد فيها حرف اللام. حديقة الحيوانات. زار سكر وصديقه خليل حديقة الحيوانات. جلسا تحت شجرة ليمون عالية وشاهدا الفيل والجمل. إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف اللام: خليل، خليل، الحيوانات، جلسا، لا ليمون، عالية، عالية، الفيلة، الجملة. هل رأيتم الكلمات التي يوجد فيها حرف اللام؟ هنا سوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة حرف اللام في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. مثلا كلمة ليمون، حرف اللام هنا في أول الكلمة. لا، حلوى، حرف اللام هنا في وسط الكلمة. برتقال، حرف اللام هنا في آخر الكلمة. جمل، حرف اللام هنا أيضا في آخر الكلمة. هنا أيضاً عليك عزيزي الطالب أن تقوم بكتابة حرف اللام في أول الكلمة وحرف اللام في آخر الكلمة، مثل كلمة برتقال وكلمة جمل. سوف نقوم أيضاً خلال هذا الأسبوع بالتحدث عن المشاعر وأهمية المشاعر في حياتنا اليومية، وكيف علينا أن نعبر عن مشاعرنا ونتحدث عنها. وسوف نقوم أيضاً بلعب لعبة جميلة عن المشاعر. شكراً لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكراً لكم.